بناء على اللقاءات السابقه التي عقدتها مع المدير العام لهيئه الاغاثه الاسلاميه العالميه بالمملكه العربيه السعوديه، وصلني اليوم رد من الهيئه على استعدادها لبناء خزان مياه للطلبه في المجمع التعليمي بتكرة. وهذا الخزان ستكون سعته 150 برميل في اليوم، يعمل بالطاقه الشمسيه، يوفر المياه للطلاب في المدينه الجامعيه بتكرة. يعني صراحه يقوم بحل مشكله المياه للطلاب في تكرة. او الاسبوع المقبل سوف نقوم بوضع حجر الاساس لهذا الخزان، مع بدء العام الدراسي لا يعاني الطلاب من مشكله المياه ابتداء من الان. ونحن نسعى دائما وابدا من اجل ايجاد الحلول للخدمات الطلابيه، وهذه هي صراحه هي من ضمن صراحه الخدمات والانجازات والتوجيهات التي يقدمها لنا صاحب الفخامه رئيس الجمهوريه راس الدوله ادريس ديبي تنو للاهتمام بالطلاب وتقديم الخدمات لهم باستمرار. ايضا ابدت هيئه الاغاثه الاسلاميه موافقتها على طلبنا الذي قدمناه في الايام الماضيه بانشاء وتمويل تاسيس مركز متخصص لتعليم اللغه العربيه للناطقين باللغه الفرنسيه، وكذلك تعليم نفس المختبر سيعلم الاساتذه الناطقين باللغه العربيه تعليمهم يتعلمون اللغه الفرنسيه. اي بمعنى اننا نؤسس هذا المركز من اجل حل قضيه تطبيق الثنائيه اللغويه في المؤسسات التعليميه. هذا المركز سيكون مقره بجامعه جمينه لتعليم اللغه العربيه للفرانكوفون، وسيتم تعليم اللغه الفرنسيه للاساتذه الدارسين باللغه العربيه. إن هذا اللقاء الذي جمع بين مسؤولي الوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات ووفد من مجموعة الشركات تي بي آي الصينية المتخصصة في مجال الطاقة الكهرباء والطاقات البديلة يأتي من بين النتائج التي حققتها الطاولة المستديرة التي انعقدت بباريس قبل أيام. وأكد نائب رئيس مجموعة هذه الشركة سانغ هانغ على أن شركته تأخذ مقرها الرئيسي في الصين ولها استثمارات في غرب وجنوب دول أفريقيا، وأن رأس مالها يقدر بأكثر من 10 مليارات من الدولارات ويعمل فيها أكثر من 20,000 عامل. وخصصت شركته 3 مليار من الدولارات للاستثمار في مجالات الطاقة في أفريقيا. ونتيجة للطاولة المستديرة التي انعقدت بباريس، قد علمت شركته بوجود فرص للاستثمار في مجالات الطاقة والكهرباء في تشاد، ولذلك فقد رأت شركته ضرورة الاستثمار في هذا المجال. المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات عثمان محمد إليمي أكد استعداد الوكالة على تسهيل كل الإجراءات اللازمة لكي تقوم الشركة الشروع في العمل والاستثمار في ذلك القطاع الذي يعد محورا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.